يعطيكم العافية. أنا مش رد بوش، اليوم راح نكمل بمعالجة ماني ستوك مانين، راح نحل هذا هذا المثال نموذج كان شايل مسكر. عميل لي اكتب برنامج بلغة الأسمبلي يسمح للمستخدم بإدخال رقمين ومحرف ويحدد نوع العملية، إذا كانت زائد بجمع، إذا كانت ناقص بطرحهم، إذا ما كانت لا زائد ولا ناقص بطبع لي رسالة خطأ. خلينا نشوف شنو. أول شيء نحط أورك مية إتش كالعادة. نعمل بدنا هلأ ثلاث رسائل عشان أنا أقول له interface number، فأنا بساوي ثلاث متحولات. خلي أول واحد اسمه first define interface number مع الـ S دولار ما نزافه. في عندي second define byte enter second number S دولار، وعندي انتر اوبرنت حسبني اوبرنت ديفاين بايت، هي مشان يفوت لي العمليه اللي بدي اياها. طيب مثل ما اتفقنا نحن ما لازم نبلش بتعليم مفهوم، انا لازم له جنب ستارت وتحت له ليبل اللي هو ستارت. طيب شو بدي اول شيء؟ هو بدي فوت رقمين. اول شيء حاطبع له الرساله انه انترفيس نمبر، فخلي نعم لو ديفكتيف ادرس للفيرست حطه بالدي اكس، بعدين اعمل موف اي هول 09 اتش. هاي خلينا نكمل بس كلها. هاي مثل ما اتفقنا بدرس الانتربت، هاي بتعمل بتخرج لي رساله عنوانها بالدي اكس اللي هو حاليا هو الفيرست اللي هو انترفيس نمبر. هاي اظهرت هاي رساله، سوي اكتب كومنت فونس انترفيس. في عندي شيء اسمه بوتسي 10 بوتسي 13، هدول بس مشان انا ينقلوني لسطر جديد. هلا انا بدي ادخل رقم، كيف ادخل رقم؟ في تابع اسمه سكان نم، هاد بيدخل رقم صحيح وبيحطه بمسجل سي اكس، بحطه بالسي اكس وبستدعيه عن طريق تعليمه اسمه كول. فكول سكان نم هون بيستناني لحتى فوت له رقم، بعدين هو بيحطه بالسي اكس. هلا شو بدي اساوي؟ بدي ادخل المحرف الثاني كمان نفس الشيء، هون باخذهم هدول بحطهم هون، بس بدال الفيرست بحط سكند، وهي برنس سكند نمبر. طيب هلا اذا عملت كول سكان نم شو حيصير؟ كمان هذا يحطه بالسي اكس، بس انا اصلا عندي قيمه بالسي اكس هون، فهي اذا انكتبت فوقها فحتروح هاي القيمه. شو بدي اساوي؟ بدي اعمل تعليمه موف عشان احفظها بغير ريجستر. اعمل تعليمه موف، خليني احطها بالبي اكس مثلا. فانا نقلت محتوى السي اكس حطيته بالبي اكس هون. ليش؟ بس مشان ما تروح القيمه وقت اعمل سكان من مره ثانيه. هلا شو بده؟ بده يدخل لي محرف، كمان مثل ما بنعرف الادخال محرف هو ادخال محرف. خلينا نقول بدي اعمل موف للاي هاي هي 01 كانت، بعدين بستدعي مقاطعة 21 انش. هلا وقت فوت محرف وين بده يحط لي؟ باي ريجستر بحط لي اياه بالايلو. هلا هي فوت محرف، هلا شو بدي اساوي؟ بدي اروح قارن هل هي إشارة زائد ولا إشارة ناقص ولا هي ما لا لا هيك ولا هيك. شو بروح بعمل كومبير بين الإيلو وبين محرف الزائد. محرف الزائد هي بالاسكي كود، فأنا بروح بعمل كومبير بين المحتوى الإيلو اللي إذا فوت له زائد فحيكون زائد، وبين الاسكي كود تبع الزائد. هلا عملية تعليمات الكومبير هي فعليا شو بتساوي؟ بتروح بتطرح قيمة الاسكي كود تبع الزائد من قيمة الالو. هلا اذا كانوا متساويين شو حتكون النتيجة؟ حتكون النتيجة صفر زيرو.
إذا كانت نتيجة صفر شو بصير؟ بصير زيرو فلاج بساوي واحد. فأنا هون شو بقول له؟ جامب إف زيرو فلاج، روح أنا على ليبل بدي سميه شوي تاني حسميه بلس. أنا بدي سميه من عندي تسمية اختيارية، برجع كمان بعمل كومبير بين إيلو ناقص ناقص، كمان نفس الشيء نفس الفكرة تماما. إذا كان ناقص رح يعمل لي ناقص قيمة الاسكي كود تبع الناقص، بطرحها من الالو. اذا كانت صفر فبيكون هن متساويين، فبصير الزيرو فلاج عندي واحد. فبروح بعمل جمب، تعين الجمب، جمب اف زيرو لا خليني اسميها ماينس. طيب اذا ما تحققت هي او هي شو بساوي؟ بقول له جمب لعند ايرور، او مو جامب كنترول هلا. طيب اذا ما تحققت لا هي ولا هي شو كان بده مني؟ كان بده اطبع له رساله خطا. شلون اطبع له رساله خطا؟ انا هون ما عرفته، خلينا هون هو ايرور ديفاين بايت ايرور انفاليد اوبجكت. خلصنا، انا بنسخهم هذا نفس ما هو بحطهم هون، وباخذ اسم ايرور بحطه هون، وهي برنتس ايرور انفاليد اوبجكت، هي بتطبع لي الايرور. طيب هلا هدول حيتحققوا اذا ما تحقق. بشوف اول شيء بيشيك على الالو هل هي نفسها زائد او نفسها ناقص، اذا مو زائد او ناقص بيجي لهم. طيب خلينا نكتب الليبل يلي هو بلس والماينس يلي هو شوف بلس هي ليبل بدي يروح. هلا شو بده يساوي اذا كان بلس؟ بده يروح يجمع لي قيمه السي اكس زائد قيمه البي اكس. انا حاطه هلا القيمه النهائيه اللي فوتها انا هي سي اكس، والقيمه اللي انا فوتها اول يعني اول رقم هو بي اكس، ثاني رقم محطوط بسي اكس. فانا شو بروح بساوي؟ بعمل موف موف اد بين بي اكس سي اكس. تعليمه الاد شو بتساوي؟ اللي بتروح تاخذ محتوى السي اكس تجمعه مع البي اكس بنحط بالبي اكس. هلا انا بدي اظهرهم على الشاشه، اظهر النتيجه على الشاشه، شو بساوي؟ بعمل كول برنت برنت نم بتظهر لي نتيجه على الشاشه. بس على اي ريجستر البرنت نم بتروح بتشوف شو محتوى ريجستر اللي هو الاي اكس. يعني مثلا خلينا نقول مثلا عندي الـ AX كان في 5 فهي بتطلع لي 5. أنا هون شو لازم أساوي؟ لازم أنقل مسجل BX عفوا AX، بدي أنقل مسجل BX اللي فيه ناتج الجمع بدي أنقله على الـ AX مشان أحسن أطلع. نفس الشيء هون خليني آخذها نفسها نفس ذاتها نفسها للماينس. هون بدل صفر نفس الشيء، هون بطرح سي اكس من البي اكس، بعمل موف بي اكس للاي اكس مشان احسن اطبعه. طيب بس خلص انا من هاي، خلص انا جمعت وطبعت، فبعمل هالت. هالت بتوقف لي البرنامج مشان انا ما عاد تروح الليبل اللي بعدي. خلص وقفت البرنامج، جمعتهم وطبعتهم، ما عاد نفذت، ما عاد كملت تعليماتي. شو بدهم كمان؟ كان خاصين. طيب اخر شيء بدي اعمل ديفاين للبرنت نم، بدي اعمل ديفاين لسكان نم، سكان نم بدي اعمل ديفاين لسكان نم انسايد. اتوقع لازم اشتغل بتسي. انا نسيت اعمل انكلود لمكتبه الاي ام 186، هي المكتبه ضروريه مشان انه احسن استدعي توابع سكان نام والبرنت نام وبس هدول. تماما هون انا نسيت اس دولار كمان مشان تقول لي انه انا هون خلصت السترينج تبعي. لو ما حطيت اس دولار كان طبع لي هذا الشيء كمان، طبع لي سترينجين ورا بعض.
شو نسيان كمان first second حط هون نسيت كمان اطبع الاوبرند خلينا اطبع هون let's see هاي فراغ هون space هون انا بدي اطبع الاوبرند انتر اوبرنت حيطبع لي رسالة انتر اوبرنت وهون انا بدخل الكاركتر قارنه اذا كان صفر فروح لهون على البلس روح لهون يعني اجمع البي اكس مع السي اكس حطهم بالبي اكس روح خذ قيمة البي اكس حطها بالاي اكس بعدين اطبع لي البرنت نم وقف البرنامج اذا ما كان بلس يعني ماينس يعني الاي لو هي قيمتها ناقص فروح لهون اطرحهم من بعض تبع لي النتيجة إذا ما كان هاد ولا هاد فروح اطبع لي قيمة اطبع لي ايرور هو بيطبع لي ايرور انفاليد اوبرند بدي اعمل هاد هاد يعني تأثر معيش تعال نجرب هي رن فيرست نمبر 5 سكند نمبر 6 الاوبرند اول شي زائد خلينا نجرب طلع لي 11 هيك خلينا نعمل ريلو رن فيرست نمبر 5 سكند 2 الاوبرنت ناقص بيطبع لي 3 خلينا نعمل ريلو رن فيرست نمبر 5 سكند 2 هالمرة رح احط قسمة القسمة انا لازم يطبع لي ايرور طبع لي ايرور رسالة الايرور هاي هي يعطيكم العافية